التي كانت التسريبات الصحفية التي كانت في مواقع إلكترونية تتحدث عن استحداث لوزارات في تصل عددها ربما إلى 30. هذه التسريبات كانت مثار جدل، ولكن أنتم الآن تؤكدون أن تلك التسريبات كانت محل النقاش بينكم وبين المكتب التنفيذي. نعم، لم نصل فيها إلى اتفاق نهائي. هي أرسلت إلينا عن طريق المكتب التنفيذي لدراستها ومناقشتها، ولكن للأسف الشديد نحن في ليبيا ليست لدينا أسرار، وهناك من سرب هذه المعلومات إلى المواقع الإلكترونية، واعتقد الناس أن هذه هي الحكومة المنتظرة، وفي الوقت الذي تلك الحكومة لم تناقش بشكل جيد ولم يتفق عليها أساسا. عدم الاتفاق عليه هي من جعلت جبرين يقدم استقالته. محمود جبرين لديه عليه عدة ضغوط، ويرى أن تلك الحكومة الموسعة ربما ترضي الأطراف التي تتناحر على المسؤولية وعلى القيادة في وقت مبكر، وربما يرى أن ذلك من مصلحة ليبيا، والمجلس يرى أن نحن لازلنا في مرحلة التحرر وأن هذه الأمور لا زال الوقت عليها مبكرا. نعم، لكن بعد هذا المخاض العسير للمكتب التنفيذي، بعد أن حل بمقتل واستشهاد البطل اللواء عبد الفتاح يونس، تم حل هذا المكتب والآن أعيد تشكيله، وإن كان بذات الأسماء ربما تغيير طفيفة. بعد هذا المخاض العسير سيادة المستشار، ما هي توقعاتك للمرحلة الحالية في ظل استمرار نفس التشكيل إن جاز التعبير؟ أولا، المكتب التنفيذي منذ تحرر طرابلس أدى دوره بشكل مميز حقيقة. انتقل أعضاء المكتب التنفيذي مباشرة منذ يوم 21 و22 من شهر الثامن، وأرجعوا الكهرباء وأرجعوا المياه وأرجعوا الغاز إلى المدينة ودفعوا المرتبات، وحقيقة أدوا أداء كان رائع جدا. ربما يعني ما دام ارتفع يعكس مدى الرغبة الصادقة في هذا المجلس حقيقة. يعني منذ شهر والمجلس يؤدي في والمكتب التنفيذي يؤدي في أداء رائع في مدينة طرابلس بالذات وفي كل المدن الليبية. نعم، انتقادات وجهت إلى المكتب التنفيذي بالأخص رئيسي من شخصيات وصفتها أنت في مؤتمر صحفي بالنضالية، لماذا ينتقد هؤلاء وفي ذات الوقت، يعني في هذا الوقت بالتحديد، وجهة نظرك؟ وجهة نظري، أولا هذه الثورة مباركة من الله سبحانه وتعالى، ولا أحد يستطيع أن يدعي أنه كان هو سببها أو ورائها. كلنا مسخرون لنصرتها ولانتصاراتها، ومن ثم فإن يجب أن ترفع هذه الأعمال كلها، أن تكون لوجه الله خالصة لوجه الله. الذي رأيته أن هناك تدافع وتسابق على من هو الذي كان سببا في تحرير طرابلس بهذه الأريحة وبهذا الشكل المميز. حقيقة أنا أود أن أقول أنه بعد الله سبحانه وتعالى كان السبب الرئيسي في تحرير طرابلس هو تفكك كتيبة محمد المقريف. لو لم تفكك كتيبة محمد المقريف لكان هناك مقاومة ودفاع شرس من هذه الكتيبة. هذه نقطة. والنقطة الثانية، الكل سواء كان علي الصلابي، سواء كان عن طريق القطريين، سواء كان محمود جبرين عن طريق الإماراتيين، سواء كان ثوارنا في بنغازي الذين أمدوا الثوار في طرابلس عن طريق الجرافات بالأسلحة والمعدات والذخائر، سواء كان أخوتنا في الجبل الغربي الذين تمركزوا هناك وشكلوا مقاتلين أشداء نزلوا من الجبل على الساحل وانضموا إلى الثوار، سواء كان أخواتنا الثوار المقاتلين في الساحل الغربي من زوارة ومن الزاوية، كل أولئك. ولا ننسى أن أيضا ثوار طرابلس كان لهم دور مميز ووفقهم الله سبحانه وتعالى في ذلك. يجب للجميع أن ينتظر الجزاء من الله سبحانه وتعالى. هذا التسابق وهذا التدافع على من كان سببا في تحرير طرابلس وهو الركيزة الأولى، هذا هو اللي أدى إلى هذا الخلاف الذي ربما صار فيه شوي تماس على بعض الخطوط الإعلامية. يعني أنت تقول أن التدافع على من حرر طرابلس هو من سبب في انتقاد المكتب التنفيذي؟ نعم نعم، هذا هو السبب. عندما شاهدت مقابلة السيد علي الصلابي الأخيرة أيقنت أن التدافع للظهور والبروز بأنه هو من حرر طرابلس ومحمود جبرين أو خطة محمود جبرين أو خطة علي الصلابي اللي تحرر طرابلس، هذا هو التدافع الذي أدى لهذا. حتى محمود جبرين يضمر نفس النوايا ويعتقد أنه هو من حرر طرابلس وأن خطته هي التي نفذت، ونسي الجميع أن إرادة الله سبحانه وتعالى وأن إرادة ثوار طرابلس وأهل طرابلس الذين كانوا عاقدون العزم على التحرر كانت هي الأساس في كل تلك الأمور التي حدثت بهذه الأريحة وهذه. نعم، في هذا الحال وجهت الانتقاد لطرفي الصراع إن جاز التعبير. لو طلبنا منك نصيحة لهذين الطرفين، ماذا تقول؟ أولا، أنا تحدثت مع السيد محمود جبري وتحدثت مع السيد علي الصلابي هاتفيا،
والأمور عادت إلى الأمية عادت إلى مجريها، ونحن هدفنا واحد، وطالما هدفنا واحد سوى نختلف سواء نحن سواء هما الاثنين هدفهم واحد، كلاهما كان في خندق من خنادق النظام. نعم، بالأمس كان لنا لقاء مع السيد محمود جبرين، أحال كل الأسئلة التي وجهت حول بعض الشخصيات والتركيبة الجديدة إلى السيادة المستشار مصطفى عبد الجليل. واليوم أنت في حضرتنا، نقول أن هناك إلغاء لمنصب نائب رئيس المكتب، وتحدثت أيضا في مؤتمر صحفي وقلت أن هذا الإلغاء كان بطلب من محمود جبرين. ما هو المبرر الذي أقنعكم حتى تلغوا هذا المنصب؟ السيد محمود جبرين قال أن عندما أكون موجودا أنا رئيس المكتب، وعندما أكون مسافرا سأكلف من أراه مناسبا لإدارة هذا المكتب، ولا لزوم لأن يكون هناك رئيس مكتب مسمى في الهيكل التنظيمي. لا يوجد هذا المسمى، استحدث هذا المسمى في فترة معينة، وقد اتفق الجميع وبناء على طرح من السيد محمود جبرين على إلغاء هذا المنصب. نعم، وافقتم على ضم حقيبة الخارجية لرئاسة المكتب، مع أن هناك تسريبات تقول أنك كنت تعارض هذا الضم، لماذا وافقتم بعد هذا التعارض إنجاز إن صح هذا التعارض؟ ربما رأيي الشخصي أمام 43 رأي من خلال الديمقراطية، ربما أنا أدافع عن وجهة نظر البقية. نعم، لكن أنت نظرت أن الخارجية لا يمكن أن تضم إلى محمود جبرين، أيهما أصلح لمحمود جبرين، الخارجية أم رئاسة المكتب وجهة نظرك؟ وجهة نظري الخارجية أنسب إلى كفاءة وعمل وظروف محمود جبرين. نعم، تم إبعاد العيساوي وسالم الشيخي من التشكيلة الجديدة للمكتب، الأسباب؟ كلاهما لم يعد يرغب في العمل. هما من طلبوا الإعفاء. نعم، السيد سالم الشيخي ربما سنكون نحن في حاجة إليه في موضوع المصالحة الوطنية وفي موضوع إعادة تأهيل المقاتلين وإعادة التأهيل النفسية. الدكتور علي العيساوي يرغب في أن يكون يعمل في الخارج، ولم يعد يرغب في أن يعمل في ليبيا. أسماء، باعتبار أن هؤلاء الأسماء ابتعدوا، هناك أسماء أبقي عليها بالرغم من معارضة الشارع الليبي لهم. نبدأهم أولا بوزير الداخلية الذي يقول عنه معارضوه أنه شخصية ضعيفة، وهذا المنصب يحتاج إلى شخصية قوية، خاصة في هذه الظروف التي تحدث الآن في من ذبذبة في الأمور الأمنية وغيرها في العاصمة وغيرها من المدن، تحتاج شخصية قوية، ولكن هم يصفوه معارضوه بأنه شخصية ضعيفة. لماذا أعيد تنصيبه بالرغم من تلك الانتقادات؟ أولا لابد من توجيه التحية لكل من عمل في المجلس الوطني والمكتب التنفيذي في هذه المرحلة الحرجة، هذه المرحلة التي استلزمت المزيد من الجهد ومن الوقت ومن المال ومن الخطورة الأمنية على الأشخاص. أنا أحيي كل العاملين، أحيي الذين خرجوا، الدكتور علي العساوي والسيد سالم الشيخي، وأحيي كل من بقى، ولا أقول المعارضون. معارضون عن ماذا؟ ما هي الإمكانيات التي وفرت للسيد أحمد الضراط حتى يستطيع أن يفعل وزارة الداخلية على مستوى ليبيا؟ وما هي المدة التي قضاها؟ وما هي الإمكانيات التي يمكن أن يرتكز عليها فيه؟ نحن نعلم جيدا أن الأمن هو أساس من أساسيات قيام الدولة، والمال نحن تحصلنا على المال من خلال الشهر فأقل. يجب أن يحاسب السيد أحمد الضراط عن عمله بعد حصولنا على المال في وقت كافي. أحمد الضراط شأنه شأن غيره من الأعضاء المكتب التنفيذي، أدى عمله وفق المتوافر لديه. ربما رجل من رجال القضاء يفتقر إلى المرونة، يفتقر إلى بعض الأساسيات، ولكنه رجل وطني وأدى دوره وسيؤديه على الوجه الأكمل. نحن حرصنا من خلال منظور وطني صرف على أن هذه المرحلة القصيرة من خلال تحديد التحرر، صرت بأنه هو إعلان التحرير حتى يرضى الشارع. نحن أيضا وجهنا انتقادات عندما قلنا التحرير سيعلن عندما تحرك كافة الأراضي، قالوا أنكم متمسكون ومتشبثون بمراكزكم المجلس الوطني الانتقالي. نحن قصرنا هذه المدة وجعلناها تحرير سرت، ربما تتحرك خلال أسبوع 10 أيام. هذه المدة القصيرة رأى المجلس بصوت واحد ومجتمعين يجب الإبقاء على الكل رغم كل الهفوات ورغم كل الأخطاء ورغم كل التقصير الواضح من البعض، ولكن نحن في مرحلة لا يمكن من خلالها التغيير، وحتى إن كان تم التغيير لا يمكن من خلالها عمل أي شيء. قبل الانتقال إلى ملف التحرير، ومتى يعلن التحرير،
شخصية أخرى نجيب بركاتي، شخصية أيضا مثيرة للجدل، منحت الثقة مجددا بالرغم من المظاهرات المنددة لبقاء هذا الرجل في منصبه، خاصة في ملف الجرحى والمصابين في الخارج. أعيد من مجددا بالرغم من أنه قبل 3 أو 4 ساعات فقط من المؤتمر الصحفي الذي أعلن فيه أنه قدم استقالته في اتصال هاتفي بصحيفة برنيق. لماذا أعيد من جديد؟ وما علاقة تقديم استقالتي في الصباح وفي عند الظهر تم إعلانه كوزير أو ضمت إلى أعلن كمسؤول حقيبة الصحة عن جزائر؟ أولا لا علم لنا بأنه قد قدم استقالته، والرجل في من خلال حصولنا على الأموال في الفترة الأخيرة عد برنامجا مميزا لعلاج كل الجرحى خارج ليبيا، وأرسل المبالغ النقدية اللازمة لكل سفاراتنا في إيطاليا وفي ألمانيا وفي فرنسا وفي 9 دول أوروبية وعربية، ووطن هناك مندوبين، والأمور أنها تسير بشكل انسيابي. الرجل عندما تحصل على المال خطى بخطوات حثيثة، ومن ثم فرأينا أن من مصلحة الليبيين ومصلحة الجرحى أن يستمر السيد ناجي بركات خلال هذه الفترة، مع التوازي بإنشاء أو استحداث ملف لرعاية أسر الشهداء والجرحى سيكون مساعدا له ومعاونا له من خلال هذا الملف. نعم، بالأمس عندما أعلنتم الحكومة نسيتم أو ربما لا يرى لم يرد، ولكن في البيان اتضح حقيبة الثقافة عطية الأوجلي. فعلا سقط سهم اسم السيد عطية الأوجلي المكلف بملف الثقافة ومنظمة. إذن ورد. نعم في القرار ورد، ولكن أنا الذي سهوت عن ذلك من خلال المؤتمر الصحفي. نعم. وخطأ شخصي مني أنا. نعم، وزارة الإعلام أو ملف الإعلام كان المفترض والكل كان ينتظر أنه لو شكل مكتب جديد سيحل هذا الملف وسيحل محله مجلس أعلى الإعلام يضم تصورات جديدة وضعها الشباب الإعلاميون في طرابلس وفي بنغازي، لكن هناك عراقيل دون اعتماد هذا المقترح، مقترح المجلس الأعلى للإعلام. ما هي تلك العراقيل؟ لا توجد أي عراقيل إلا مسألة الوقت. احنا رأينا الوقت غير كافي لتغيير أي شيء، يبقى على ما هو عليه بصوابه وخطئه، لأن المرحلة ربما تكون أسبوع، ربما 10 أيام، ربما شهر، وهذه مرحلة ليست كافية للحكم على أي شخص أو للتغيير أصلا. نعم، باعتبار أن تحدثنا عن انتهاء المكتب وقلت أنه بانتهاء المكتب بتحرير سرت، لو تحرر سرت وبقيت بن وليد على ما هي عليه، هل ستشكل حكومة انتقالية بعيدا عن بن وليد مثلا؟ نعم ستشكل حكومة انتقالية. نحن حددنا المعايير التي يمكن من خلالها إعلان التحرير، وهو سيطرة الثوار على كل المنافذ البرية والبحرية والجوية، والجميع يعلم أن بن وليد لا يوجد بها لا منفذ بري ولا بحري ولا جوي، ومن ثم ستكون بؤرة وسطية ستتم محاصرتها من جميع الجهات وسيتم تحريرها أيضا لاحقا، ولكن نحن نسارع الخطى حتى يرضى الشعب الليبي بالمسارعة بإعلان التحرير والبدء في المرحلة الانتقالية التي تؤدي إلى تفكك المجلس الوطني الانتقالي ويحدد الليبيون مصيرهم بأنفسهم. نعم، لكن في الحالة التي تعتبر بن وليد مثلا لو تحررت سرت وبن وليد لم تتحرر تعتبر يعني منطقة متمردة فقط يعني. نعم. والباقي نعم محرر يعني. منطقة متمردة أو مارقة زي ما سماها السيد محمود جبرين ونتعامل معها على هذا الأساس. لو وضعتنا في التصور الحكومة الانتقالية الجديدة ما بعد حل المكتب. نحن من الآن كمجلس وطني هناك رؤية بتشكيل لجنة من المجلس قوامها 4 أعضاء لوضع التصور الجديد والرؤية الجديدة للحكومة الانتقالية، ما هي المهام وما هي المواصفات وما هي مكونات هذه الحكومة. نعم، الأوضاع الأمنية في طرابلس تشغل بال الكثير، وخاصة أن هناك مجالس عسكرية شكلت في الأول والآن تشكلت بالأمس أو الأمس مجالس عسكرية أخرى، هناك كتائب توجد، كتائب تريد أن تغادر، هناك مطالب بمغادرة أو أصوات تنادي بمغادرة هذه الكتائب طرابلس. لو وضعتنا في صورة الوضع الأمني في طرابلس. الوضع الأمني في طرابلس هناك بعض الهفوات من المقاتلين، هناك اقتحامات وهناك إيقافات غير مبررة وغير ممنهجة وغير منظمة. نحن في المجلس الوطني شكلنا لجنة أمنية عليا في طرابلس لتنظيم طرابلس، وعلى ضوها ستصار كل المدن على هذا الأساس. هذه اللجنة الأمنية العليا في طرابلس ستكون تحت سيطرتها قوة من كل الثوار، من كل المقاتلين، جميع التشكيلات،
ستعطى زيا مميزا وشراتها المميزة، ستكون هي المختصة بحفظ الأمن داخل طرابلس، وستخرج كل الأسلحة الثقيلة والمتوسطة إلى أماكن ترابط على حدود طرابلس أو تخوم طرابلس من جميع الجهات، من البحر ومن الشرق ومن الجنوب ومن الغرب، وستحل المجالس العسكرية فور التحرر. ولكن المجالس العسكرية هذا اختصاص وزارة الدفاع، هي التي أنشأت المجلس العسكري في طرابلس وأنشأت المجالس العسكرية في بعض المدن. عند التحرر ليس هناك مجال ولا وجود للمجالس العسكرية. ونحن بإذن الله تعالى لدينا اجتماع مع هذه التشكيلات وهؤلاء الثوار وقادة الثوار في طرابلس يوم السبت القادم، وبإذن الله تعالى سوف لن نختلف وسوف نصل إلى نتيجة تؤدي إلى الهدف وهو تحرير ليبيا وحفظ أمنها. من يتبع الآن المجلس العسكري الآن شكل في طرابلس؟ من يتبع المجلس ومن لا يتبعه؟ ناكر أم عبد الحكيم؟ المجلس العسكري تشكل في طرابلس منذ البداية في تلك العجالة، شكله المجلس المحلي لمدينة طرابلس واعتمده وزارة الدفاع، وعندما عرض علي أنا شخصيا اعتمدته بشرط أن ينسق مع اللجنة الأمنية العليا ومع المجلس المحلي طرابلس. هناك بعض الثوار لم ينضموا تحت لواء المجلس العسكري طرابلس. نحن نحاول أن نفكك هذه الخلافات وأن نصل بها إلى المبتغى والمصلحة ليبيا، وسوف لن نختلف. بما أنك تحدثت عن وزارة الدفاع، هناك معلومات أو أنباء متواترة تقول أن هناك تدخلات إقليمية للإبقاء على وزير الدفاع أو جلال الضغيلي في حقيبة الدفاع، والحديث يجرنا أيضا إلى هناك ضغوطا دولية للإبقاء على محمود جبرين والمكتب التنفيذي. هل هناك ضغوط أم أنه لا يوجد، عبارة عن تخمينات فقط؟ لا توجد أي ضغوط، أنا أقولها بصراحة ومسؤول عنها أمام الله سبحانه وتعالى ومن الوطن. لا توجد أي ضغوط لا خارجية ولا فيما يتعلق لا بمحمود جبرين ولا بجلال الطغيلي. المصلحة الوطنية فقط هي التي كانت الهدف وراء الإبقاء على ما هو عليه. ومحمود جبرين شخصية مميزة على مستوى الليبيين وعلى مستوى الوطن العربي، والإبقاء عليه مصلحة وطنية ملحة في هذه المرحلة بالذات. بما أن محمود جبرين قلت أنه من الأجدى أن يبقى، وحل مكتبه مكتب التنفيذي الذي رأسه محمود جبرين بسبب مقتل الشهيد اللواء عبد الفتاح يونس، ما هي آخر تطورات في هذا الملف؟ وخاصة أن اليوم بالأمس تم إعلان المكتب ولم نسمع عن تطورات مؤتمر صحفي، مثلا مؤتمر صحفي يخصص لتطورات لمقتل الشهيد عبد الفتاح يونس. أولا الشهيد عبد الفتاح يونس ورفيقيه شكلت لجنة إدارية انتهت من تحقيقاتها، وهناك لجنة قضائية سارة في تحقيقاتها، هناك متهمين مقبوض عليهم وهناك متهمين مطلوب القبض عليهم. الأمور القضائية سارة في الاتجاه الصحيح وفق الإطار القانوني. أنا في هذه المناسبة أولا أترحم على روح الشهيد عبد الفتاح يونس وأرواح زميليه محمد خميس وناصر المذكور، وأحيي أيضا في هذه الليلة الأمسية الجميلة أقاربه وعائلته وقبيلته التي فضلت مصلحة الوطن على أي شيء آخر. وأيضا أحيي كل القبائل التي كانت داعمة لهذه القبيلة ومساندة لها ومؤازرة لها، ونحن نعدهم بإذن الله تعالى بتكشف الحقائق. لدينا تحقيقات الآن تسير سير طبيعي، لديهم محامين يتابعون هذه القضايا، أنا على اتصال بهم باستمرار لمتابعة هذا الملف، وأنا أيضا حريص على متابعة هذا الملف، وهذا متابعة الملف هذه من ضمن مسؤولياتي. أعد الجميع بأن ستكون هناك محاكمة عادلة لمن كان سببا في هذه المؤامرة التي كادت أن تودي بهذه الثورة المباركة. من فتحنا الملفات التي تشغل الشارع، هناك ملف أهم يشغل الشارع في ليبيا وظهرت الكثير مظاهرات لهذا الملف، وملف الجرحى والمصابين. لو فصلت لنا في هذا الملف مثلا، ما هي جديد ومن سبب في وصول هذا الملف إلى ما وصل إليه؟ أولا فعلا هؤلاء الجرحى تمت معالجة أمورهم بشكل وطني. هؤلاء فوق رؤوس الجميع، هؤلاء وهبوا أرواحهم ودماءهم لمصلحة الوطن، يجب أن تسخر كل الإمكانيات لهؤلاء. نحن لدينا أولويات لها أولوياتنا اللي هي التحرير ثم رعاية أسر الشهداء والجرحى. خصصنا لهذا الملف شأن كبير من خلال تداول الموضوع في نيويورك،
تحدثنا مع الأمريكان ومع الإنجليز ومع الفرنسيين ومع الألمان، وقررنا أن ذهاب كل من جرح، لأن لعدم وجود شفافية من خلال عمل اللجان الطبية والشكوى، أنا أقول لعدم، لكن أقول الشكوى المستمرة من بعض الجرحى يقولون ليس هناك عدالة في الإفادة، هناك من هو يستلزم العلاج في الخارج ويحتفظ به، وهناك من يخرج لأسباب بسيطة. نحن قررنا أن يخرج كل الجرحى للعلاج في الخارج. تعلم جيدا أن جرحى عندنا الآن حوالي أكثر من 2500 جريح، أو حوالي 3000، يعني يصلون إلى 3000 جريح، وكل يوم هناك جرحى. هذا عدد كبير، تسير الرحلات، تنظيم الأمور، ضبط الأسرة، المستشفيات، أمر يأخذ وقت، ولكن تأكد إلى هذه اللحظة ومنذ اجتماع نيويورك حوالي 800 جريح الآن في مستشفيات أوروبا ومستشفيات الأردن التي عقدنا معها اتفاقية ثنائية، وهناك اتفاقية ثنائية مع كل من فرنسا وإيطاليا وألمانيا. لو انتقلنا إلى ملف الخارجية، وخاصة تحدثنا عن هناك إبداء مساعدة من دول أجنبية ذكرتها أنت الآن، ملف الخارجية أيضا تدور حول الكثير من التساؤلات. التعاون الدولي الذي أبدته تلك الدول في حربنا ضد القذافي قد يضر بالسيادة أو بالشرعية الليبية أو السيادة الليبية في قادم الأيام، ماذا تقول في هذه الجزئية بالتحديد؟ أنا لا أعتقد أن قيام الدول التحالف بتنفيذ قرار الأمم المتحدة بحماية المدنيين في ليبيا ينقلب إلى هذا الموضوع. بالعكس، هؤلاء الحلفاء يؤدون دورا في إطار المنظومة الدولية، وهذا الدور هم اختاره مجلس الأمن للحلف الأطلسي، وعاون الحلف بعض الدول العربية منها الأردن وقطر والإمارات والكويت. هذه الدول انضمت إلى الحلفاء وكان دورها مميزا. أنا لا أشك مطلقا في أن السيادة الليبية سيمس بها، يعني لا تكون هناك إملاءات سياسية أبدا. مثلا هم أبدوا تعاونهم، دفعوا الكثير من الأموال، لن تكون هناك مساس أو تسييس للمرحلة المقبلة مثلا في توقعاتك؟ أبدا، سوف لن يكون هناك تسييس لهذا الدور. ربما المعونات السياسية والاقتصادية من هذه الدول، ربما سيكون لهذه الدول دور متقدم عن غيرها من الدول، لكن كل ذلك في إطار الشفافية وفي إطار المصداقية وفي إطار الأسعار الحقيقية. بما أننا ما زلنا في ملف الخارجية، هناك دول لا تزال متعنتة في التعامل مع المجلس الوطني الانتقالي مثل النيجر التي تحتضن الساعدي وترفض تسليمه حتى الانتربول، هناك الجزائر التي يصدح صوت عائشة القذافي مهددة الشعب من هناك، هناك دول أخرى لا تزال متعنتة في تعاملها مع المجلس الانتقالي ومع إرادة الشعب الليبي، ما هو الموقف المتخذ الآن وقادم الأيام مع هذه الدول؟ أولا نحن ننظر من منظور وطني مستقبلي. هذه الدول، دول النيجر ودول الجزائر، هذه من دول الجوار، ودائما دول الجوار يجب أن تراعى مراعاة خاصة. رغم أن الجزائر قد استضافت عائلة القذافي لأسباب إنسانية، إلا أن هذه الأسباب الإنسانية لم يعد لها وجود من خلال تلك التصريحات النارية وتلك الوعود والتحذيرات التي أدلت بها ابنة القذافي. حقيقة نحن تقدمنا باحتجاج عن طريق مندوبنا في الأمم المتحدة، على مندوب الجزائر من الأمم المتحدة، وأيضا اتخذنا أيضا من الوسائل الدبلوماسية ما يعزز رأي الليبيين من أن هذا الأمر يجب أن لا يستمر، أو أن تطرد هذه العائلة من الجزائر طالما هي تشكل خطرا على الثورة الليبية وليست تحت إرادة الشعب الجزائري والحكومة الجزائرية. وننتظر بإذن الله تعالى في الأيام القادمة موقفا إيجابيا سواء من الجزائر أو من النيجر. غياب الدولة السعودية، المملكة السعودية عن الأزمة الليبية، ألا ترى أن هذا الشيء مريب، يعني باعتبار أن هي قبلة كل الليبيين بها الكعبة وبها المدينة ومحج لكل الليبيين، غيابها عن المشهد الإسلامي وما يحدث في ليبيا وحربهم ضد القذافي، ألا ترى في هذا أن أمرا مريبا ينتاب الدولة أو المملكة السعودية حيال المجلس الانتقالي وإرادة الشعب الليبي؟ أولا أنا على علم بأن السعودية كانت من أكثر الدول عداء للنظام السابق، ونحن حرصنا منذ بداية الثورة على التواصل مع المملكة العربية السعودية بشتى الوسائل وبكافة السبل، أقول ذلك وأنا مسؤول عن ذلك ومتابع لهذا الملف. ولكن الذي أراه شيئين اثنين يجب أن يتفهمه الشعب الليبي.
أولا في إطار عام نحن نسعى إلى التواصل مع المملكة العربية السعودية باعتبارها الدولة الإسلامية الكبرى وقبلة المسلمين، وبها مكة المكرمة والمدينة ومهد الحضارة الإسلامية. ولكن هناك شيئين اثنين، أولهما أن المملكة العربية السعودية قد وقفت موقف المتفرج من كل التراث العربي، هذا الأمر الأول. الأمر الثاني أن الله سبحانه وتعالى قد قدر للمملكة العربية السعودية أن لا تنال جزءا من أي أجر تجاه الثورة الليبية التي هي بإذن الله تعالى ستكون ناجحة، وسيجر كل من يساعدها لأنها ثورة بركة الله سبحانه وتعالى. هي أيدت سيادة المستشار، ربما هناك تأييد أو مواقف مؤيدة لصالح للبقاء في الحكم، بينما عارضت أو كان لها موقف واضح من سوريا، لكن الأزمة الليبية على وجه التحديد ربما الأزمة الليبية كانت أكثر استفحالا من مصر وتونس والتي لم تتحدث فيها السعودية، وهذا ما يريب في هذا الموقف بالتحديد، وخاصة أن السعودية لها موقف عداء جدا مع القذافي وأنه أراد تصفية حتى من حكامها هناك. السعودية كان لها دور مميز في إطار مجلس التعاون الخليجي، لم تعارض ما انتهى إليه مجلس التعاون الخليجي من تأييد للثورة، وكان لها دور مميز من خلال جامعة الدول العربية، لم تعارض رأي الجامعة العربية في المذكرة التي وضعت الأمم المتحدة من مسؤوليتها تجاه الشعب الليبي. أما غير ذلك فموقفها متأخر، وحقيقة متأخر ومتأخر جدا 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 تجاه الثورة الليبية. لو انتقلنا من الملفات الخارجية إلى الشأن الداخلي، هناك اعتصامات يوميا تحدث أمام المجلس المحلي طرابلس، هناك اعتصامات نراها يوميا أمام المجلس الانتقالي ببنغازي. الاعتصامات تتحدث عن تأخر رواتب، عن أناس يسكنون بالإيجار، عن مدراء شركات يريدون تغيير مدرائهم. ما هو تعاملكم مع هذه الاعتصامات؟ هل في صلاحيات أم لديكم من الصلاحيات ما تستطيعون به الخروج عن لهؤلاء المعتصمين المتظاهرين والتفاهم معهم، أم أنكم ترون أن هذا أمر سابق لأوانه، وخاصة المعتصمين يطالبون بأمور ليست في أيديكم؟ أولا هناك ثلاث مظاهر للمطالبة بالحقوق. المظهر الأول هو الاتصال بنا عن طريق مندوبين من تلك الجهات، وهذا أمر حضاري ونحن مكاتبنا مفتوحة في أي وقت. الأمر الثاني اللي هو التظاهر السلمي، وهذا أمر مقبول ونحن نخاطب أي جهة تتظاهر أمام المجلس. الأمر الثالث والمرفوض وهو الانبطاح على الأرض أو التظاهر بالسلاح. عندما اقتحمت أجهزة الأمن الوقائي المجلس الوطني بكتيبة من السلاح الثقيل، هذا أمر مؤسف ومؤسف للغاية. حقيقة الأمن الوقائي كان لهم دور مميز في حماية مدينة بنغازي، ولكن تصرفهم ذلك اليوم كان تصرف مقيت وكان موقف غير حضاري أمام أجهزة الإعلام. وحقيقة أن المجلس الوطني بكافة أطيافه وأشكاله وأعضائه يمقتون هذا التصرف ويأملون أن لا يتكرر، وإذا تكرر سيكون هناك شأن آخر. في حال دعني أكمل. أما فيما يتعلق بالمطالبات، نحن هناك مشاكل لها حلول وهناك مشاكل ليست لها حلول وليس وقتها. نحن وبصدق ليست لنا حلول في موضوع المساكن. مشكلة المساكن تحصل في كل المدن والقرى الليبية وليست بنغازي، ومشاكل البطالة تحصل في كل الليبيين وليست بنغازي. نحن نسعى من خلال ما تحصلنا عليه من أموال إلى أن نفي أي شخص بحث عن عمل مرتبا، ولكن في انعدام الشفافية ما زلنا نتعامل بنفس العقلية السابقة. هناك من يتحصل على مرتبين أو ثلاثة، هناك من لا يتحرى الصدق، ومن ثم عندما يصل الليبيون إلى مرحلة الشفافية، ويوم أمس متظاهرون أمام مجلس طالبين بالسكن، عندما خرجنا أحد الحراس قال فلان أنت مش عندك عمارة ثلاثة أدوار ويسكن فيها أبوك وأخوك، قال وجاي حضر معهم. هناك طابور خامس يحرك هذه التظاهرات وهذه الاعتصامات، وداخل مدينة بنغازي الاعتصامات والتظاهرات داخل مدينة بنغازي فقط لم تشهدها المدن الأخرى. أما مسألة الاحتجاج على المدراء وعلى الرؤساء، هذا أمر حقيقة نحن كمجلس وطني قررنا الإبقاء على رئاسة كل الإدارات والهيئات والمؤسسات السابقة إلا لأربعة أسباب. السبب الأول أن يكون ذلك الرئيس متورطا في قتل ليبي في الداخل أو في الخارج بشكل مباشر أو غير مباشر. الشيء الثاني أن يكون ذلك الرئيس تورط في المال العام استغلا وظيفته. الأمر الثالث أن يكون مضادا لثورة 17 فبراير
بأي فعل أو بأي شكل خلال هذه الفترة التي استمرت 8 أشهر. الشيء الرابع أن استمرار أي شخص في وظيفة رئاسية أو قيادية حتى سقوط حتى تحرير طرابلس. هذه المعايير الأربعة، غير ذلك يجب أن يستمر كل رئيس لمؤسسة أو مصرف، أو يجب أن نبتعد عن موضوع التصعيدات والثقافة البالية للنظام السابق. من توفرت فيه هذه الشروط وتم إقصائه من مجلس محلي أو من أي جهة كانت، إلى من يلتجئ؟ إلى من؟ إلى أين يذهب؟ إلى المجلس الوطني، والمجلس الوطني قادر على إعطاء حقه من خلال المكتب التنفيذي ومن خلال أجهزة الدولة التي بدأت تفرض نفسها على الأرض الواقع. الملف الأخير هو قصة المعبد اليهودي، وما ويشاع الآن والحديث في مواقع مواقع التواصل الاجتماعي وغيرها وفي التلفزة يتحدثون عن هذا اليهودي الذي اخترق المعبد ودخله عنوة وقال أن هناك تنسيقا بينه وبين المجلس. أنتم نفيتم، ولكن لو طرحت هذا الملف مجددا معنا في هذا اللقاء. أولا، ما تم في وسائل الإعلام من أن هناك تنسيقا مع المجلس ومع رئيس المجلس هذا أمر غير صحيح وغير واقعي، وعلى من يدعي ذلك إثباته. التنسيق لابد يكون مكتوب، لا يوجد تنسيق شفوي، لا يحتد بتنسيق شفوي. التنسيق لابد يكون مكتوب، وعلى من يدعي أن يثبت ذلك. هذه حق أولى. حق الثانية، نحن هذا الملف لا يمكن نتعاطى معه في هذه الفترة بالذات، ولم نتعاطى معه المجلس الوطني باعتبار هذا من ضمن أولويات البرلمان والحكومة المنتخبة. ولكن رأيي الشخصي أن ليبيا تتسع للجميع، كل من له جنسية ليبية يسمح له بالمعيش في ليبيا، سواء لا يوجد امتياز لا للجنس ولا للون ولا للدين، فقط أن لا يكون ذلك اليهودي قد تحصل على الجنسية الإسرائيلية. هذا رأيي الشخصي فقط، أحتفظ به لنفسي ولا أفرضه على الليبيين لا حالا ولا مستقبلا. الليبيون يتحدثون بعاطفة في هذا الأمر بالتحديد. أنت اليوم تحدثت سيادة المستشار برأيك الشخصي، وأنت قانوني وقاضي ومستشار، لكن الليبيون يتحدثون بعاطفة. لو ثير هذا الموضوع، هل سيتحول إلى صناديق اقتراع في مقبل الأيام مثلا، أم أن سيبقى القانون يأخذ مجراه مثلا، يعطى لهم الجنسية والمواطنة؟ هذا أمر سيحدده الليبيون من خلال دستورهم ومن خلال قوانينهم التي ستعرض عليهم مستقبلا. نعم. كلمة أخيرة في هذا اللقاء للشعب الليبي بعد تشكيل المكتب التنفيذي بالأمس. أولا، أحيي نضال الشعب الليبي وأحيي بطولته وشجاعته وصبره وثباته، ولكن يجب أن يعوا جميعا أن مرحلة التحرر لم تنتهي بعد، وأن معمر القذافي لا زال موجودا ويمتلك الإمكانيات التي يمكن أن تقلق الليبيين وغيرهم. الأمر الآخر عليهم بالصبر، المستقبل بإذن الله تعالى مشرق ومزدهر. هناك أولويات نحن نسير فيها أولا بأول، هناك متطلبات نحن نحققها أولا بأول. لا زالت المرحلة مرحلة حرجة واستثنائية. أطلب من الشعب الليبي شيئين اثنين: أولا الصبر، وثانيا الألفة واتحاد الصف ونبذ الحقد والحسد والبغضاء والكراهية. سيد المستشار مصطفى محمد عبد الجليل، شكرا جزيلا رئيس المجلس الوطني الانتقالي المؤقت، هذه صفة فقط أنت قلت ولا تزيد عليها حتى لا تتعرض للانتقاد. شكرا جزيلا لك لحابة صدرك وتقبلك لكل تساؤلاتنا وتساؤلات الشارع نقولها اليوم ولكم في حضرتكم. مجددا أشكركم السادة المشاهدين لمتابعتكم هذا اللقاء، كما أشكر منسق الحلقة عبد الله الوفلي. لكم منا كل التحايا، واستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دي كلمة أخيرة. تفضل. نحن سمينا المجلس الانتقال المجلس الوطني الانتقالي المؤقت. أحيانا تسقط كلمة المؤقت في بعض المراسلات. الجمهور وخاصة في بنغازي يقولون الآن سقطت المؤقت وغدا تسقط الانتقالي وسيبقى مجلس وطني مستديم. هم يحسدون على هذا النعيم اللي نحن نعيشه وهذه الرفاهية اللي نحن فيها. هم يرونه نعيم. يرونه نعيم. شكرا، هي إضافة جيدة نختتم بها لقاءنا. هو محدثكم عري السعيد، يحييكم مجددا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شكرا.